سنكمل من المكان الذي توقفنا عنده في وقت سابق، وهو إنشاء قالب مبسط. هذا القالب المبسط كان فيه style.css. إذا رأينا ملف style.css، ما الشيء الموجود فيه؟ لا يوجد فيه شيء يعني مميز، فقط ترويسة التي تعرف أن هذا قالب. وبمجلد تامبلت إندكس تم وضع HTML بسيط مع جوتنبرغ تاجز التي تستخدم JSON Object بداخلها لإعطاء خصائص لهذا التاج. فإذا اليوم سنستمر مع هذا الموضوع، لكن ليس الفكرة مباشرة أن يعني الهدف من هذه الفيديوهات ليس مباشرة أن نذهب فورا وننشئ قالب. الهدف هو أن نفهم كل جزئية، وثم بالنهاية سنجمع كل الجزئيات معا لإنشاء القالب. فإذا ذهبنا إلى مظهر ومحرر وثم قوالب، واتفقنا قوالب يعني نماذج، وهذا الاندكس الذي أنشأته أنا، والقلم يعني تحرير، فهذا هو الاندكس، هو موجود هنا. ممتاز. طيب الآن مثلا ماذا لو أردت أن أنشئ ال HTML التالي؟ يعني لو ذهبت إلى تامبلت اندكس، فأنا أريد مثلا أن يكون هنالك هنا مثلا، هنا يكون لدينا مثلا هيدر معين، هنا هيدر وبالنهاية فوتر، وثم هنا نكتب مثلا بداخل المين، هنا نكتب أو بداخل محتوى الموقع نكتب H1 أو نكتب def، وبداخلها H1 وبداخلها أيضا paragraph tag. ماذا لو أردت أن أقوم بهذه ال HTML لكن باستخدام WordPress؟ فبكل بساطة دعونا اليوم نتحدث عن هذا، وربما لاحقا نتحدث عن الفوتر والهيدر، كيف يمكن أن نضيف الفوتر والهيدر. فسأمسح كل هذا من هنا ونذهب للمحرر مجددا وتحديد. فإذا هذا هو المحرر. الآن أريد أن أضع هنا، لاحظوا ديف، أنا قلت لكم أن أول شيء نريد أن نضع ديف وبداخلها H1 وبداخلها paragraph tag. فبداية هنا سأنشئ هذه الديف باختيار مكون مثلا جروب، اسمها جروب أو مجموعة يعني. وهنا يمكن أن أحدد شكل هذه الديف، أنا سأختار الأول. وإذا قمت بالنقر بإشارة بلس هنا فيمكن أن أضيف أشياء. فمثلا هنا سأضيف عنوان، وهذا العنوان سيكون مثلا سأكتب عنوان أو موقع اختباري، يكون اسم الموقع هكذا. طبعا أنا بداخل هذه الديف أريد أيضا أن أنشئ paragraph tag. فكيف أنشئ paragraph tag؟ لاحظوا هذه الإشارة الموجودة هنا تظهر لي أن هنا لدي مجموعة يعني div بHTML div، وهنا لدينا عنوان. لاحظوا هذا العنوان H2 يجب أن أعدله ل H1، فدعوني أعدله، أنا أريده H1 ونعد. فإذا أنا أريد بعد هذا بداخل المجموعة أن أنشئ paragraph tag. فالشيء الذي سأقوم به سأقوم بالنقر على هذه النقاط، وهنا سأقوم بالنقر على add after يعني أضف بعد هذا، وبشكل أوتوماتيكي سيختار الفقرة. لكن إذا أردت مثلا أن هذه لا تكون فقرة تكون شيء آخر سيتم ذلك، لكنها سأبقيها أنا فقرة. وهنا سأكتب مثلا وصف قصير عن الموقع. ممتاز. الآن لو ذهبت إلى المحرر الشفرة البرمجية لنرى كيف يبدو ذلك، فنلاحظ كيف يبدو ذلك. بداية لدينا WordPress Group التي تم فتحها بهذا الشكل وتم إغلاقها في النهاية، تم فتح الدف وإعطائها class WordPress-blog-group. وهذا الشيء فعليا نحن درسناه في وقت سابق أن كل بلوك من WordPress يكون لها class افتراضي اسمها WordPress-blog- اسم البلوك، اسم هذه المكون البلوك يعني مكون، اسم هذا المكون مجموعة أو جروب. فتم وضع هنا جروب، وهنا لدينا الهيدنج ليفل 1، ووضع هنا H1، وضع هنا هكذا، وهذا هو. طب لو أنا أخذت هذا كله ووضعته هنا بهذا الشكل، لاحظوا سيتم نصفه كما هو بهذا الشكل مع الكلمات العربية، أو يعني هذه السترينج بالنسبة لمطور WordPress فهي، أو بالنسبة للمطور بشكل عام، هي يفترض أن تكون strings قابلة للترجمة.
لكن المعلومة المهمة التي يجب أن تعرفها أن مجرد أنك تكتب بملف HTML لا يمكنك لا يوجد شيء للترجمة. يعني أنا لا يمكنني أن أجعل هذا السترين قابل للترجمة، يمكن أن أكتب هنا باللغة العربية، بالإنجليزية، الفرنسية، الهندية، أي لغة يمكن أن أكتب، لكن لا يوجد ترجمة. الفكرة يعني كيف يتحل هذا الموضوع ربما نتحدث عنه لاحقا، أن كيف نحدث الترجمة، لكن بالأصل بالأساس لا يوجد ترجمة، فالكلام المكتوب هنا سيبقى كما هو، سيبقى يعني باللغة المكتوبة المكتوب فيها. واضح؟ الآن تم الحفظ بكل بساطة. لو عدت محرر مرئي وبدون أن أحفظ، فقط قمت بتحديث، لأن الآن أصبح من الملف، أصبح هذا الشيء أضفته للملف، ها هو، وبالتالي سيتم عرضه هنا حتى لو لم أحفظ هنا. فإذن هذا الآن الشيء الذي أريد أن أقوم به في هذا هو التالي، هو أني أريد أن أقرأ على العنوان وأذهب إلى هنا، و سيظهر لي إعدادات لهذا العنوان، فيمكن أن أحدد مثلا، لاحظوا حتى الإعدادات يمكن أن أضعها من هنا، مثلا أن أقول أن أريده في الوسط، هذا للوسط، جيد. ومرة أخرى سأذهب للمحرر الشفرة لأرى كيف يبدو ذلك. فإذا لاحظوا أن مجرد أن أضعه للوسط سيكتب هنا، لاحظوا بالهيدينج كتب Text Align Center، وبالكلاسز الموجودة هنا كتب has text align center. ماذا يعني ذلك؟ يعني نفس قصة الكلرز. فإذا كنت متابع معي أنت تعرف، يعني أنت تعرف موضوع هذه القصة، هو نفس موضوع الكلرز، أن عندما أقوم بإضافة كلر هنا للهيدينج، فووردبريس سيضيف بالجيسون اوبجكت هذا التي اتفقنا انها تمرر معلومات، فسيمرر معلومات الكلر بالهيدنج، وسيقوم بانتاج كلاس بالديب هنا سيكون اسمه هاز، واسم اسم الشيء الذي هو يعني اسم الخاصيه، فذا تكست الاين سنتر وقيمتها سنتر بهذا الشكل. ف ممتاز، هذا الشيء الذي أضافه. إذا نعد للمكون أو نعد للمحرر المرئي، فإذا مرة أخرى بالعنوان، ها هو، وبالمكون. مثلا إذا أردت أن أجعل خط أكبر من هذا، فبكل بساطة يمكن أن أختار من هنا مثلا كبير أو إكس لارج يعني أكبر، إذا هكذا، جيد. المظهر هو أن المظهر هنا يعني الويت، يبدو الويت، فبالتالي هنا يمكن أن تختار عرض الخط. وفعليا هنا لاحظوا من هذه الأشياء يمكن أن تختار مثلا المظهر، حالة الحروف، تباعد الحروف عن بعضها. مثلا تباعد الحروف إذا اخترتها بهذا الشكل سيظهر لي هنا تباعد، هنا سيظهر لي تباعد الحروف. يمكن أن أختار مثلا 80 بكسل، لاحظوا الأحرف تختلف عن بعضها، يتم إبعاد الحروف عن بعضها. طبعا هذه تباعد الحروف يعني بالCSS اسمها letter spacing، وفعليا بالنسبة أعتقد يعني بالنسبة للغة الإنجليزية letter spacing يبدو شيء جميل، لكن بالنسبة العربية أبدا ليس شيء جميل، فبالتالي سأعيدها لزيرو. سأقوم الآن بمجموعة من الإعدادات على التغيير وعلى الستايل، وثم نرى كيف يبدو ذلك بالكود. فإذا نحن جعلناها بالمنتصف، وضعنا X large هنا، المظهر مثلا سنكتب عريض، ربما هو عريض الآن، ماذا أسود كيف سيبدو، أو حتى لا يوجد تغيير، مثلا خفيف، خفيف لاحظ وخفيف مائل. طبعا هنا يجمع ما بين أن مائل وعريض هذه الأمور، فأنا سأختار، ماذا سأختار، لا أريده مائل، ليس جميل، عريض جدا، هكذا جيد. هنا حالة الحروف يعني فوق تحت، فإذا هذا لسنا بحاجة لها فعليا. وما الأشياء الموجودة هنا؟ لاحظوا يوجد لدينا المظهر، حالة الحروف، ويمكن أن نعيد تعيينها. إذن حالة الحروف هنا أنا اخترت شيء أنا لا أريد ذلك، فيمكن أن أعيد التعيين بهذا الشكل، فلا يوجد اختيار، ممتاز. وزخرفت النص، ما هي زخرفت النص لنرى، عفوا، فزخرفت النص لم تظهر، ربما يقصدون نفس الشيء، يعني زخرفت النص، ها هي لنرى، ها هي زخرفت النص، أن خط أدناه خط يعني تحته خط، تم يعني وضع ستروك بهذا الشكل أو لا شيء، فلا شيء بهذا الشكل.
فقط أعتقد هذه هي، ويمكن مرة أخرى أن أقوم بإلغائها بهذا الشكل أو إعادة تعيين الكل، أن كل شيء أريده كما كان. فبالنسبة للخط نحن قررنا أنه إكس لارج، فالخط هو إكس لارج، والمظهر هنا اتفقنا أن نكتب عريض جدا وفقط. بالنسبة لللون يمكن أن نختار اللون هنا، مثلا نختار اللون مثلا أخضر أو أبيض، دعوني أختار اللون الأبيض والخلفية تكون خضراء أو أزرق بهذا الشكل. ممتاز، إذن هذا هو العنوان موقع الاختبار. فهنا لاحظوا أن يمكن أن أسمي هذه، يعني هذه من مميزات النسخة الأخيرة من ووردبريس، أنا يمكن أن أعطي هذا اسم، سأعطيه اسم لكن ليس هذا، بعد قليل سأعطيه اسم، وهنا يمكن أن أضع له كلاس. فمثلا يمكن أن أسمي هذا، أو دعوني لن أسمي هذا، بكل بساطة سأعود لهذه النقطة وأذهب للمجموعة، وبالمجموعة سأختار، سأسميها مثلا سايد هيدر، أو هذا اسم، هذا مجرد اسم لا داعي للداشز يعني، فيمكن أن تكتب سايد هيدر. ولاحظوا أن هنا يمكن أن تحدد أن ما هي هذه المجموعة بشكل افتراضي الدب، لكن هل تريد أن تكون غير ذلك؟ مثلا تريد أن تكون هي هيدر، جيد. أما بالنسبة للكلاس هنا فيمكن أن تكتب سايد هيدر، أنا أريد إضافة له هذا الكلاس، وانتهيت. فإذا هذه هي CSS التي كتبتها. طبعا هنا يمكن أن أقوم مثلا بتغيير آخر، هو أن الخلفية هذه الزرقاء تكون على الكل ليس فقط على الهيدنج، فممكن أن أقوم بالشيء أن أقوم بتحديث، أكتب هنا الخلفية، طبعا لاحظوا أنا أين بالسايت هيدر بالمجموعة، خلفية زرقاء بهذا الشكل، وأعد لي العنوان وأجعل الخلفية مسح، لا أريد يعني هنا خلفية بهذا الشكل، لكن لاحظوا كيف أصبح بدون بادنج، هنا اختفى، لكن لا مشكلة بهذا الموضوع. بالنسبة للفقرة هذا أريد أن لون النص أن يكون أبيض، وأريدها أيضا أن تذهب للمحاذاة للوسط بهذا الشكل. وبالنسبة للآن أعتقد دقيقة لنرى، ثواني فقط لأرى إذا كان شيء موجود هنا، لا يوجد، لا مشكلة. فإذا هذا أصبح لدي موجود، لو قمت الآن بالحفظ وذهبت للموقع لاحظوا سيظهر لي هذا الشيء، موقع اختباري أو اختبار، وصف قصير عن الموقع. طيب الآن لنرى الكود الخاص به لنفهم كيف ووردبريس يتعامل مع مثل كل هذا. لاحظوا الكود أصبح كبيرا جدا، لكن لا مشكلة، نحن سنأخذ هذا الكود كله ونوضحه. فالمطلوب أنت منك في هذه اللحظة أن لا تخاف من مثل هكذا كود، أن لا تشعر أنك غير قادر على فهمه، لأنك قادر على فهمه، لأنه سهل وبسيط جدا، والآن سأوضح لك ذلك. لكن ثواني فقط لأرى إذا كان بالإمكان أستعين، طبعا ربما نستعين بمحرر آخر بهذا الشكل حتى أوضح الأمور تكون أبسط، وأعتقد فقط. فبالنسبة لهذا الكود دعونا نقوم بأخذ الجزء الأول منه فقط، من هذا الجزء الأول بداية فتح الدف فقط، فدعوني أضعه هنا ونرى ما هذا الكود. فإذا بكل بساطة الجزء الأول يتم فتح تاج الجزء الأول يتم فتح تاج ووردبريس ليقول أن هذا مكون ووردبريس، وفتح التاج يكون سهل جدا باستخدام ووردبريس كولون. لاحظوا هذا نفسه هذا، لكن الفرق أن هذا تم تمرير له معلومات، هذه المعلومات تم تمريرها على هيئة جيسون، لأن اتفقنا أن جيسون هو يمرر المعلومات، هذه هي مهمته. فإذا قمت أنا بوضع فتح التاج جيسون وأغلقته وبهذا الشكل، فنحن نعرف أن جيسون هو عبارة عن كي وفاليو، فكل ما كل شيء أنا وضعته لهذه الدف من المحرر، فإذا هذه الدف كل شيء أنا وضعته لهذه الدف، ما الشيء الذي وضعته للدف؟ وضعت الخلفية، لم أضع الخطوط، لكن وضعت أن هذه العنصر HTML header، ووضعت أنا البلوك نيم سايت header. فهذه الأشياء لاحظوا، هذه الأشياء سيتم تمريرها
لجيسون اوبجكت حتى تعبر عن هذه البلوك. وبالتالي هذه البلوك لاحظوا تم تمرير فيها التاج نيم هيدر. فاذا هذه اول معلومه، المعلومات هذا ساكتبها بشكل جانبي هكذا حتى تفهموها. فاذا اول معلومه ان التاج نيم هيدر، وهذا التاج نيم هيدر هو نفسه الذي اضفته هنا، لاحظوا عنصر ال HTML هيدر فتم تمريره. المعلومه رقم 2 ان الباك جراوند كلر هذا اسمه. فاذا المعلومه الثانيه انني اضفت باك جراوند كلر والتي كانت هي تقريبا بلو، يعني وضع اسم اللون لا مشكله. المعلومه رقم 3 لهذه الدب هي الكلاس نيم، لانني قمت باضافه كلاس نيم هنا اسميته سايت هيدر. وفاذا هذه المعلومه الثالثه، فاذا كلاس نيم سايت داش هيدر هذه اضافها هنا. المعلومه رقم طبعا لدينا الان معلومه معقده قليلا لكن يمكنكم فهمها، هي معلومه اللاي اوت التي هي عباره عن ماذا؟ عن اوبجكت. يعني هذه معلومه صعبه قليلا فبالتالي سنضع لها مكان خاص. فاذا هذه اللاي اوت نحن اتفقنا ان جيسون يمكن ان يكون كي وفاليو، هو كي وفاليو، الفاليو يمكن ان تكون سترينج عادي، يمكن ان تكون اوبجكت بحد ذاتها. فاذا اللاي اوت هنا هو كان عباره عن اوبجكت هنا لدينا بحد ذاتها، وهذه الاوبجكت كانت هي عباره عن ايضا فيها كي وفاليو، والكي هو تايب وال value كانت هي عبارة عن constraint. الآن للكي الآخر الذي هو عبارة عن الميتا داتا، والميتا داتا أيضا هي عبارة عن object فيها name، والname الذي اخترنا لهذه البلوك الذي هو السايد هيدر الذي هذا موجود، عفوا موجود هنا، أين هو هذا؟ لا ليس هذا، عفوا هذا. فإذا هذا البلوك نيم الميتا داتا. البلوك نيم هو مجرد يعني اسم للتعريف وليس له أي معنى، يعني بس فقط أن هذه السايت هيدر لها اسم، بدلا أن يتم تسميتها جروب فقط يصبح اسمها سايت هيدر فيصبح هنالك معنى لها أكثر. فإذا هذا بهذا الخصوص بخصوص الجروب. فإذا شرحنا هذه النقطة كيف تمت إضافة لها هذه الأمور وسأمسح الآن. أما بالنسبة للدب التي فتحناها بعد الجروب التي فتحها ب HTML هي بالأصل هي دب، بالأصل هي دب، لكن لأننا كتبنا هنا tag name header تم فتح header هنا وتم تمرير له عدة classes. هذه الclasses يعني يمكن أن تميزها، أصبحت تعرفها WordPress dash group لأن هذه عبارة تقريبا دب، site header لأنني أنا مررت هذا الكلاس site header، و has كذا background color و has background color لأنني أضفت له background color. فإذا هل يوجد أوضح من ذلك؟ هل يوجد أوضح من ذلك؟ فإذا أصبح هذا الكود بالنسبة لك سهل جدا جدا، لا يوجد فيه أي مشكلة. فإذا نعد لمحرر الشفرة، فإذا هذا بالنسبة لل WordPress group. ماذا عن بالنسبة لل H1 أو العنوان؟ فإذا هذا هو العنوان، فإذا ننسخه مرة أخرى ونجلبه هنا للتحليل. فإذا مرة أخرى WordPress header بدأ WordPress heading بدأ ب tag هنا ال WordPress heading، وثم JSON object التي تعبر عن ماذا؟ تعبر عن هذه عن خصائص هذا المكون. فأول دعنا نقوم بالتحليل. فإذا أول شيء قلنا أن text align center، فإذا تم تمريرها، كتب level 1 لأنه H1، لو كان level 2 كتب H2 H3 إلى آخره. الآن لاحظوا يوجد لدينا هنا style، هذه الستايل يعني إذا جلبت الستايل هكذا، الستايل فيها أكثر من عنصر هنا لدينا، يعني فيها الكثير من العناصر الستايل. فأعتقد هذه هي الستايل، جيد. لاحظوا كأنها object بداخل object داخل object. دعونا نتغاضى عنها للحظة وثم نكمل. هنا لدينا text color الذي نحن وضعنا أن text color white، والfont size نحن وضعنا أن الفونت سايز هو اكس لارج فقط. الآن نأتي لموضوع الستايل أو نؤجله ثواني فقط. الآن بال H1 هنا تم تمرير الكلاس المعروف الخاص بالهيدنج WordPress-Blog Heading.
has text align center من هذا و has white color من هذا و has text color جيد هذا ليس بعد هذا has x large من هذا والباقي لاحظوا الباقي الموجود بالستايل تم تمريره ايضا لانلاين ستايل للاليمنت موجود هون. فاذا دعونا نتحدث الان عن هذه الستايل فقط. فاذا الان فقط ساتحدث عن الستايل. فاذا الستايل هي عبارة عن اوبجكت لاحظوا بداية وضع فيها تايبوغرافي. طبعا من الجيد ان تفهم هذه يعني هذا الترتيب ان من الستايل دخل لي التايبوغرافي لان هذا نفسه يمكن ان استخدمه بثيم دوت جيسون في المستقبل. ففهمك للتدريج الان يساعدك في المستقبل. فلنرى. فاذا هذا بالنسبة للتايبوغرافي. فبالتايبوغرافي التايبوغرافي اي شيء او تيبوغرافي لا اعرف. فأي شيء متعلق بها يكون متعلق بالخط طبعا. فبالتالي هنا لدينا الفونت ستايل سيكون نورمال. الفونت ويت سيكون لدينا هنا بولد لأننا اخترنا أن الخط عريض. وأيضا تم إضافة إليمنتس هنا. هذه الإليمنتس منها يريد أن يقوم بستايل اللينك. اللينك له كلر وتحديدا التكست كلر لللينك ثم اضاف الكلر الذي هو وايت. بهذا الشكل تم اضافة الكلر لانه عبارة عن variable css variable preset color white. طبعا نتحدث يعني عن هذه الطريقة بجيسون تكتب بهذه الطريقة variable. الآن هذه الستايل كيف تم تمريرها لل H1 كستايل إليمنت؟ لاحظوا فقط كتب ستايل وفونت ستايل نورمال وفونت ويت 800 الذي هو الخط العريض. الآن ربما تقول وهذه كيف تم تمريرها؟ هذا سيتم تمريرها في حالة كان في داخل ال H1 يوجد A tag أو link فسيتم تمرير هذه الخاصية. واضح؟ فإذا الآن لاحظوا نحن تقريبا شرحنا كل الكود. الآن بالنسبة للباراجراف أعتقد أيضا سيصبح سهل بالنسبة لنا. فإذا نفس القصة بالباراجراف لاحظوا align center ومن الستايل اختار الإليمنت ومرة أخرى يريد إذا كان بداخل الباراجراف باراجراف link فسيضيف color لهذا اللينك وtext الذي هو سيكون what فقط. وأيضا بالإضافة للالاين سنتر اللون الخط لنا كان وايت وتم تمرير هذا للباراجراف فأصبح has text align center has white color has text color has link color فقط. إذن هذه هي آلية ووردبريس للتعامل مع الموضوع. فالآن لنعتبر أن هذا هو هيدر الموقع وأنا أريده أن يكون على كل صفحات الموقع. فبدلا مثلا من أنني أقوم بوضع هذا الهيدر جيد بدلا أن أضع هذا الهيدر في كل صفحة وأقوم بنسخه يمكن أن أقوم بالأمر التالي هو أن أذهب إلى هنا أقوم بإنشاء مجلد أذهب يعني إلى جذر القالب وأقوم بإنشاء مجلد اسمه parts وأذهب لهذا parts وبداخل parts أقوم بإنشاء ملف اسمه header.html جيد. فإذا الآن الأشياء التي كتبتها بالtemplate index أقوم بنسخها كلها وأضعها بداخل الهيدر فقط لا غير. الآن كيف أجلب هذه الأشياء بالindex؟ طبعا أنا بالindex فمجددا يعني الشخص الذي يقول لي غير المحرر غير واضح بكل بساطة اسم الملف الذي أعدله موجود في الأعلى يعني لا أعرف كيف هو غير واضح. فالآن أنا بملف index لاحظوا بالأزرق أنتقل للهيدر ها هو أنا واضح يعني الملف الذي أنا موجودة فيه وأيضا يتم تحديد مساره في الأدنى. فإذا الآن أنا بإندكس فإذا الآن يمكن أن أكتب هكذا أكتب ووردبريس عفوا أفتح تاج بهذا الشكل وأغلقه. فأنا أريد تامبلت بارت وأي تامبلت بارت فأنا أضع بجيسون أوبجكت ومرر المعلومة السلاج الخاص به يكون هيدر أعتقد هكذا. فإذا لنرى إذا كان هنالك مشكلة أم لا. ليس مشكلة موجود. طيب الآن مثلا أريد أن أنشئ
مثلا الآن لنرى ترتيب الملفات، لاحظوا ها هو الترتيب، طبعا عفوا هذا يظهر بهذا الشكل لأن ما زلنا نحن بتخصيصات هذا القالب، فدعوني أمسح التخصيصات، فإذا هنا سأمسح التخصيصات حتى نتأكد أن نجحت العملية، فإذا مرة أخرى تحديد، نعم نجحت، جيد جدا. فإذا الآن أريد أن أنشئ، لاحظوا ملف للصفحات، يعني مثلا ذهبت إلى الرئيسية هنا وقمت بإنشاء كل الصفحات، وذهبت لصفحة جديدة وكتبت صفحة جديدة ونشر ونشر وأشاهد الصفحة، سيظهر لي صفحة الإندكس. فمثلا أريد أن أنشئ صفحة خاصة للصفحات، تمبلت خاص للصفحات، فبكل بساطة أكتب them أو أفتح بالمحرر هنا أريد أن أنشئ ملف اسمه page.html، وهنا سأكتب فقط h1 وأضع فيه page بهذا الشكل. فالآن سنحدث، لاحظوا أنا الآن في هذا التمبلت، فإذا أردت الآن أن أجلب الهيدر لهذا التمبلت فإذا سهل جدا جدا جدا، سهل جدا. فإذا بكل بساطة أنا الآن بالإندكس، لاحظوا أنا بالإندكس لأن مكتوب هنا إندكس، يعني واضح أنا لا يعني أصدق أنني أقول مثل هذه المعلومات لكم لأنها واضحة. فإذا تمبلت بيج بهذا الشكل، وأنسخ هذا الذي وضعته بالإندكس وأضعه هنا. فإذا الآن سيظهر لي الهيدر وتحته بيج، كلمة بيج يعني، وبالفعل نجحنا. فإذا الآن يعني نحن قليلا قليلا نطور على الفكرة. فإذا عدتم، فإذا إذا قمت أنا بتري هكذا، لاحظوا الآن أصبح لدي الهيدر وضعته مجلد بارت، والتمبلت المختلفة سأضعها هنا، وكل واحدة أضع فيها ما أريد، لا مشكلة بذلك. فالمعلومة الأخيرة، هل يوجد معلومة أخيرة أريد أن أقولها؟ بدلا من أن نكتب بيج فقط، فيمكن أن أضع ماذا؟ أضع عنوان الصفحة. فكيف أضع عنوان الصفحة؟ فأيضا أفتح تاج، التاج الووردبريس طبعا، وأغلقه، أجعله سيلف كلوزينج، عفوا هنا هكذا، طبعا هكذا، وأكتب هنا ووردبريس بوست تايتل فقط. هذه الووردبريس بوست تايتل تضع لي عنوان الصفحة. فإذا الآن لو ذهبت إلى هنا وبدل بيج يجب أن يظهر لي عنوان الصفحة وهي صفحة جديدة، فإذا لاحظوا صفحة جديدة. وإذا قمت أنا فعليا بتحرير هذه الصفحة ووضعت عنوانها مثلا صفحة جديدة 5 مثلا، وتحديد وتحديد، أيضا سيتغير عنوانها هنا لصفحة جديدة 5. طيب ماذا عن إذا عدت الآن المحرر المرئي، ماذا عن محتوى الصفحة؟ يعني كيف أضع هنا محتوى الصفحة؟ فبكل بساطة نفس الطريقة، هنا أقوم بنسخ هذا، بدلا من بوست تايتل أضع هنا بوست كونتنت بكل بساطة. فإذا الآن لو قمت بالتحديث يفترض أن أرى البوست كونتنت هنا، ها هو واضح؟ فإذا أعتقد انتهيت لي اليوم، انتهيت لشرح اليوم، أتمنى أنكم استفدتم من المعلومات.